بس الأول عايز أفهم القصة أكتر من الدكتور محمد السعداني نائب رئيس هذه الجامعة المرموقة. أهلا بك يا دكتور محمد. أهلا بك يا أستاذ خالد، أهلا وسهلا. اشرح لنا المشهد إيه، معرفش اللي أنا بقوله ده كله صح ولا في حاجة غلط، لو تقول لنا يعني. الحقيقة أنا ألو، الحقيقة أنا معجب جدا باللي بتقوله حضرتك يا أستاذ خالد. تمام، ربنا يخليك. لأنه الحقيقة ايوه يا دكتور، الصوت يبدو بيقطع. انت سامعني دلوقتي؟ انا سامعك كويس جدا، اتكلم على طول. انا سامعك كويس جدا. انا الحقيقه معجب جدا باللي بتشرحه سيادتك، لانه بيقول ان حضرتك اطلعت على الاوراق وفهمت بشكل جيد جدا الموضوع. تمام. اولا هذه الارض خصصت بقرار من الحكومة واضح ومباشر بتخصيص الأرض للجامعة. تمام. ثم